وعلى صعيد منفصل، امبارح العالم كله كان بيحتفل باليوم العالمي لليوجا، كما هي يعني الاحوال يوم 21 يونيو من كل عام. طبعا اليوجا معروف ان هي بتعد واحده من افضل التمارين، او مش عارف حتى يعني يجوز تسميتها بالرياضات ولا لا، بس هنسميها مجازا التمارين اللي دايما بينصح بيها لتعزيز صحه الجسم والعضلات والوقايه من الامراض، والاهم تخفيف حده التوتر الموجوده عند كل واحد منا. اليوجا من الرياضات الهنديه، طبعا العالم كله عرفها وتعلمها من الثقافه الهنديه، عشان كده سفاره الهند في القاهره شاركت وبقوه في الاحتفال باليوم العالمي لليوجا اللي تم تنظيمه في متحف الطفل في منطقه مصر الجديده. هنشوف حضراتكم تفاصيل اكتر من خلال هذا التقرير. Well, yoga has been practiced for thousands of years. It originated. يوجا كانت بيتم ممارستها لمدة آلاف السنوات، وأصلها كان في الهند. بعد كده أصبحت مشهورة جدا في أوروبا وأمريكا في عام 1950، واستمرت في الانتشار والشهرة، ولكن لم يكن لها من قبل أي اعتراف رسمي. وبعد كده في عام 2014 نجح رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في الهند أن يكون لها اعتراف رسمي، تم تقديم طلب في الأمم المتحدة أن يكون هناك تنظيم ليوم عالمي لليوجا، وتم تعميم هذا الطلب على مستوى 177 دولة ومن ضمنهم مصر. فتم إقرار اليوم العالمي لليوجا منذ 2015 على مستوى العالم، و21 من شهر يونيو هو يوم هام لأنه اليوم الأطول في العام، وهو أيضا يوم مميز وخاص في الهند. أنا كسفير يجب أن أقول أن اليوم العالمي لليوجا يوم بعد يوم بيصبح أكثر شهرة في كل دول العالم، وأصبحوا بينظموا احتفاليات لهذا اليوم، وأغلب الوقت بيتم تنظيمه في مواقع بارزة ومعروفة. فنحن سعداء جدا اليوم أننا قادرين على تنظيم هذا اليوم داخل متحف الطفل. اليوم العالمي لليوجا ده يوم عالمي أقرته الأمم المتحدة في 2014، وافق عليه 177 دولة أن 21 يونيو من كل عام يبقى يوم عالمي لليوجا في 177 دولة. مصر طبعا من أوائل الدول اللي هي دايما بتبقى عايزة تتواصل مع العالم، وإن هي بتحتفل دايما بالأحداث الدولية. احنا بالنسبة لنا كوزارة شباب والرياضة، المشاركة النهاردة مشاركة طبعا رمزية، بس هنقول ايه، اطفال موهوبين في الفنون التشكيلية من مراكز الشباب بيرسموا اللوجو بتاع اليوم العالمي لليوجا على المسرح على الستيج، في رقصة مقدمة رقصة هندية، لان احنا دايما بنهتم ان اولادنا يتواصلوا مع الثقافات الأخرى وثقافة العالم بشتى الطرق، من الطريقة اللي احنا عملتها وزارة الشباب السنة دي في مسابقاتها. عندنا احتفالية عالمية بصبغة مصرية، ولكن احنا ما سكتناش، وزارة الشباب والرياضة بتدعم هذه الاحتفالية زي ما احنا شايفين، بتقدم أنشطة وبرامج مع الهيئات الأعضاء في اتحاد الرياضة للجميع اللي بشرف بالأسر. على جانب اخر، كان امبارح عندنا اجتماعات الاتحاد العربي، فكل الوفود العربيه اللي كانت معانا مشاركه معانا النهارده. الاتحاد المصري للرياضه للجميع، وده بختص بيه قناه الاهلي، عامل بث مباشر لكل الهيئات بتاعتنا، يعني هم دلوقتي معانا على نفس التوقيت في مصر وفي العالم العربي، وبنقول لهم بيشاركوا معانا في اليوم العالمي مع السفاره الهنديه في جمهوريه مصر العربيه. احنا بنأدي الاداء ده عشان احنا بنقول العلاقات المصريه الهنديه او العلاقات المصريه مع كافه الدول بتنطلق من الرياضه، سوفت باور او قوه ناعمه. حقيقه بادره رائعه جدا، وخصوصا يعني بمصر ام الدنيا، يعني مستحيل يصعب عليها اي شيء. طبعا هذا اليوم العالمي اليوغا كان باجماع 177 دوله باجتماع بهيئه الامم المتحده على ان يكون مندوب طبعا الهند، اقترح انه يكون يوم عالمي من اجل السلام الكوني. فطبعا ب 2015 طبق هذا الموضوع وصار في كل الدول العربيه، ومن بينها طبعا كمان سوريا ومصر. طبعا يعني نحن سباقين ايضا بموضوع الاحتفالات هي، طبعا لما له اهميه على الصحه العامه، على تخفيف نفقات على الدوله والمجتمع. لما بتكوني انت كامله صحه بالبدن والجسد، فانت بتكوني غير عبء على دولتك، بالعكس بتكوني منتجه وقادره للعمل احسن واحسن. عامه هي اكسبيرينس حلوه قوي، وانا مبسوطه قوي عامه، كنت متوقعه ان الموضوع هيبقى يعني حلو قوي كده، و يعني انا اصلا بحب اليوجا وعايزه اتمرنها، فجيت اشوف الدنيا ايه يعني، عشان اصلا عايزه ابدا يعني في الموضوع. بس الموضوع بجد كانت فايبس لطيفه واتبسطت قوي.
هي كانت اكسبيرينس لطيفه قوي. انا بلعب في الجيم وبنزل اتمرن وكده، بس كنت حابه اجرب حاجه تبقى تديني فليكسبيليتي اكتر، واليوجا عامه بتساعد في الـ في الـ في اللانجز ان هي تبقى في تنقيه لللانجز بتاعتك. في المديتيشن هي كذا كذا ديبارت، يعني فيها كذا حاجه، فحته المديتيشن دي عجبتني قوي، فكنت حابه ان انا اشارك في اليوم ده، كان لطيف قوي الصراحه، وكانت اكسبيرينس لطيف. اليوجا، بس عايز اعلق على التقرير قبل ما نروح للخبر اللي بعد كده. اليوجا يمكن من الرياضات زي ما انت قلت يا كريم، هي بالنسبه للناس اللي مش بيمارسوها غريبه، يعني ما احنا مش فاهمين هل هي رياضه، وبعدين فعلا فوائدها كتيره جدا، ومش بس بدنيا لا كمان نفسيا. يعني اللي مش دارس او اللي مش عارف يقول لك طب انا لما اقعد كده مثلا ايه اللي انا استفدته، ايه بتهيالي ان ليها يعني ليها كذا كذا، بس غالبا فايدتها نفسيا اكتر من جسمانيا. ما هي دي بقى ازاي برضو، ازاي المديتيشن بيحصل، فكره التامل، فكره ان انت بتنفصلي، بس طبعا مش كل الناس عندها قدره على كده، فكره ان انت بتنفصلي تماما عن العالم. انا بشوف ان هي عايزه الحته دي لوحدها، عايزه تدريب بقول. عايزه تدريب صح، ما اعرفش، واليوم طريقه في التنفس بيطلعوا النفس على كذا مره بتهيالي، يعني ممكن نجرب.